مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في عقار جديد، وهذا موجه خصيصا للإخوة والأخوات اللي كطلبوا منا نجيبوا لهم بحال هذه العقارات هذه الرائعة والمتميزة. خوتنا أحبابنا لعشاق السكن المستقل، لعشاق الفيلات، لعشاق الفخامة والتميز، اليوم رجبنا لكم واحد المنتوج اللي هائل ومتميز، واحد العقار اللي ما كيبعد شيء إلا حوالي 3 دقائق ما بيننا وما بين حي الرياض إلا شارع واحد. خوتنا أحبابنا اليوم راه كنتواجدوا في حي قيش الودايا باش نشاركوا معكم ان شاء الله واحد الفيلا اللي فخمه، فيلا اللي رائعه، والموقع ديالها جد استراتيجي، والمساحه اللي متميزه جدا. خوتنا احبابنا، جميع التفاصيل اللي غتبغوا تعرفوها على هذا العقار غتلقاوها في هذا الفيديو هذا المتميز. كذلك اللي بغى يدير شي زياره مباشره لهذا العقار ما عليه الا يتواصل بالوسيط العقاري ديال يونس خليفه، ونحن راه الاشاره نزودكم جميع المعلومات بطبيعه الحال اللي يمكن لكم انكم تسالوا عليها. نبداو معكم ان شاء الله من المدخل الرئيسي ديال العقار، نوريكم الجوانب ديال الفيلا، وندخلوا بطبيعه الحال اللي غادي نشاركوا معكم اللي راه عندنا ثلاثه ديال المستويات. عندنا الطابق تحت الارضي والطابق الارضي والطابق الاول زائد السطح، يعني جميع مقومات السكن الرائع والفخم غتلقاوها في هذه الفيلا هذه الرائعه والجميله ذات الموقع الاستراتيجي المتميز. الكراج ديال السياره هو هذا، يمكن نوضعوا حتى ثلاثه ديال السيارات هنا، يمكن نوضعوا حتى ثلاثه ديال السيارات. عندنا البير بطبيعه الحال، عندنا ثلاثه ديال الواجهات، يعني الشمس ما شاء الله اللي رائعه ومتميزه. عندنا الشوايه، عندنا التيراس اللي فخم. ها انتم اخوتنا احبابنا، فيلا جد رائعه اخوتنا احبابنا، والموقع الهدوء والكالم والسكينه، واحد الكالم واحد الهدوء واحد راحه البال واحد الراحه النفسيه. وكذلك الموقع راه قريب لنا المرافق كامله، قيش الودايا معروف انه ما كيبعد شيء الا حوالي واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق على حي الرياض. ما كيفصلنا على حي الرياض الا شارع واحد. عندنا المدخل الرئيسي هو هذا ديال الفيلا ديالنا الفخمه والرائعه والمتميزه، كذلك الباب الرئيسي هو هذا اللي كيدخلنا للطابق الارضي اللي جا مفتوح بطبيعه الحال. عندنا صالونات مغربيه، صالونات مبهجه، الخشب كيف ما كتشوفوا، الدار نقيه، الدار متوله، واصحابها راه ما ساكنين شي فيها، ولكن كيف ما كتلاحظوا معنا راه الغموليه بصفه نهائيه ما كايناش، علما كيف ما قلنا ان اصحاب العقار ما ساكنين شي فيه، وهذا هو الدور ديال الشميشه. شوفوا معنا الدار مبهجه، فيلا فخمه، فيلا رائعه، مساحه الارض 365 متر. شوفوا الشميشه، انتم خوتنا احبابنا، راه كنحاولوا جميع التفاصيل نوريوها لكم كانكم جيتوا شفتوا العقار مباشره. واحد الكليسه ديال الشيمين هنا ممتازه، خدام بطبيعه الحال. مرحبا بكم في قناتكم، قناه الوسيط العقاري اللي كنحاولوا من خلالها نرضيو جميع الاخوه والاخوات، الناس اللي كيسولون على الديور، الناس اللي كيسولون على البقع، الناس اللي كيسولون على الشقق، وكذلك الناس اللي كيسولون على الفيلات. هذه راه من الفيلات الرائعه، ومن بين الفيلات اللي الثمن ديالها ان شاء الله راه في المتناول بحكم طبيعه الحال الموقع ديالها. اكيد غادي ان شاء الله نطلعوا للطابق الارضي، ولكن غادي نطلعوا الطابق الاول، ولكن نوريكم الحمام وكذلك المطبخ اللي كاين عندنا في هذا الطابق، الحمام الخاص بهذا الليطاج بطبيعه الحال، الحمام ديال ضيافنا هو هذا، جاب هذه الكيفيه هذه. جلست كيف ما كتشوفوا معنا، طلع عندنا حتى البلافون، الارضيه راه برخام، فوق البلافون كاوس، عندنا لي سبوت، وعندنا التهويه، وعندنا الشميشه، وعندنا الموقع الرائع، وعندنا الفينيسيون المتميز، وكذلك الثمن اللي في المتناول بطبيعه الحال، مع اخذ بعين الاعتبار الموقع ديال هذا العقار هذا، راه فيلا فخمه، وراه كنتحدثوا تقريبا على حي الرياض، راه القيش القيش الولايه راه تقريبا بحال كنتحدثوا على حي الرياض، يعني راه الموقع غني عن التعريف، الموقع راه كيتحدث على نفسه. عندنا راكس هنا من هذه الكويزين هذه الجميله اللي كتواجد في الطابق الارضي، يمكن لنا نخرجوا لاكور. عندنا باب اخر كيف ما لاحظتوا معنا، هذا الباب راه كيخرجنا حتى هو لبرا، وعندنا الباب الرئيسي خوتنا احبابنا، عندنا الطابق تحت الارضي، وعندنا لي شومبر ديال النعاس في الطابق الاول. داكشي راه هائل خوتنا احبابنا ورائع، واللي هذا الشيء هو بطبيعه الحال اللي كيعشقوه الناس، عشاق الفيلات، الناس اللي كيبغيو الفيلات الفخمه، والناس اللي كيبغيو السكن المستقل. ها انتم سيادنا المشاهدين، المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه، من بعدنا شاركنا معكم الصالونات، ومن بعدنا كذلك شاركنا معكم الحمام ديال لي زانفيتي، وكذلك من بعدنا شاركنا معكم الكويزين. الطابق تحت الارضي هو هذا، غادي نشاركوا معكم الطابق الاول، ونشاركوا معكم السطح، وعاد نشاركوا معكم كذلك الطابق تحت الارضي. كيف ما كتشاهدوا معنا الدروج كله يعني بالجليج طالع، وكذلك الكارد كور راه بالخشب من نوعيه رفيعه بطبيعه الحال. الدار مضويه، حاولت انني ما نشعلش الضوء باش تشوفوا الدار كيف ما هي على طبيعتها. ها انتم اخوتنا احبابنا، البياض كيعم الفيلا كامله، واحد الهدوء كيف ما قلنا، واحد السكينه، واحد راحه البال، والشميشه يعني كتدخل في لي شومبر كاملين.
هذه غرفة النوم الأولى وكيف ما لاحظتوا معايا راها مربعة، يعني ما عندناش شي سارية ما عندناش شي شكوديرة. فيلا فخمة خوتنا وحبابنا. بالنسبة للثمن خوتنا وحبابنا ديال هاد الفيلا هذه الرائعة والمتميزة للمساحة ديالها كيف ما قلنا 365 متر، عندنا ثلاثة ديال المستويات، عندنا المساحة المبنية 480 متر، المساحة المبنية 480 متر. غرفة نوم ثانية خوتنا وحبابنا، عندنا خمسة ديال الغرف ديال النوم، عندنا أربعة ديال الغرف ديال النوم، وكذلك غرفة النوم الرئيسية هي الخامسة. خوتنا وحبابنا الغرف ديال النوم تبارك الله موجودين، الغرف ديال النوم كثار، وكثير من الإخوة والأخوات اللي كنعرضوا عليهم فيلات كيلقاو جوج ديال الغرف ديال النوم ولا ثلاثة ديال الغرف ما كيكونوش كافيين. اليوم راه جبنا لكم خمسة ديال الغرف. ها انتم خوتنا وحبابنا هذه الغرفة الثانية اللي جات بالبالكون ديالها، اللي بغى يدير شي زيارة يتصلوا بنا، غير اتصلوا بنا إن شاء الله راه كنكونوا فرحانين وكنكونوا سعداء أننا نتواصلوا معكم، وكنكونوا فرحانين أنكم تعيطوا لينا باش تجيو تشوفوا العقار مباشرة. طبيعة الحال دائما التصوير كيكون تقريبي، دائما اللي بغى يشوف العقار مباشرة يتصل بالوسيط العقاري، والتفاصيل راه كنا نوريوها لكم إن شاء الله. كذلك إلا غفلنا على شي معلومة اتصلوا بنا ونعطيوها لكم. هذه غرفة النوم الثالثة اللي جات بالبالكون ديالها حتى هي وبالبلاكار ديالها. شوفوا معايا نوعية الخشب راه من النوعية الرفيعة، الدار نقية ومتولة، وكيف ما قلنا علما أن أصحاب هذا العقار هذا راه ما ساكنينش فيه، الغمولية بصفة نهائية ما كايناش، الدار مشمشة ومضوية ومهوية، وهذه من المميزات ديال الفيلل بطبيعة الحال، كيكون عندهم الضوء كتكون عندهم الشميشة كتكون عندهم التهوية. هانتوما سيادنا المشاهدين مدينة تمارة حي قيش الوداية، حي قيش الوداية كان مؤخرا في مدينة الرباط، كان محسوب على مدينة الرباط، المهم دابا راه حاليا محسوب على مدينة تمارة. غادي نشارككم معكم غرفة النوم الرئيسية اللي جات بجوج ديال لي بالكون، وجات بالدريسينغ ديالها وبالحمام الخاص بها، إطلالة اللي هائلة وإطلالة اللي رائعة. وانتم سيدنا المشاهدين البياض ثم البياض كيعم الفيلا كاملة واحد راحة البال. حنا كنصورو في هاد الفيلا وكنستمتعو بالجمالية ديالها، وكذلك كيف ما قلنا البياض كيعطي واحد راحة البال بكل صراحة. انتم اخوتنا حبابنا جوج ديال البالكونات عندنا هنا، البالكون الأول هانتوما الفيلا من الخارج ديال هالحي، حي راقي بكل صراحة، واحد الهدوء واحد الكالم تقريبا راه جوج ونص النهار دابا فاش كنصورو هاد الفيديو، واحد الكالم واحد الهدوء واحد السكينة بحال ما كاين شي السكان. وهذه من المميزات كل صراحة ديال الأحياء الراقية، كيكون واحد الكالم واحد الهدوء. شوفوا تبارك الله المساحة ديال هاد الغرفة النوم الرئيسية، مساحة اللي كبيرة راه جات بجوج ديال البالكويات، وكذلك جات بالدريسينغ وجات بالحمام، ثلاثة جوج البالكويات وعاد الشرجم عندنا كيف ما كتشوفوا، الريدوات بطبيعة الحال راهم إلكتريك. هانتوما سيادنا المشاهدين البياض ثم البياض، راحة النفس راحة البال، كأنك في واحد الموقع اللي بعيد على الساكنة بصفة نهائية، ما كتسمعوش الصوت ديال الناس بصفة نهائية. غادي نشارك معكم جميع التفاصيل. هانتوما خوتنا وحبابنا هادي طوالة أعزكم الله جات بهاد الكيفية. هادي عندنا طوالة أخرى وحمام حتى هو، هادو خاصين بغرف النوم لأن غرفة النوم الرئيسية راه عندها الحمام الخاص بها. وكذلك غادي نشاركو معكم حتى السطح، كنحاولو أننا نوريكم جميع التفاصيل، ولكن دائما كيف ما كنقولو لكم راه التصوير كيكون تقريبي. خوتنا وحبابنا خمسة ديال لي شومبر، عندنا أربعة ديال لي شومبر ديال الوليدات ولا المهم ديال العائلة، وكذلك الغرفة الخامسة خاصة بغرفة خاصة بالوالدين، جات بالمقومات ديالها بطبيعة الحال، جات بالدريسينغ ديالها، وكذلك جات بالحمام الخاص بها، وجات بجوج ديال البالكويات. وهذه مسألة اللي مهمة، عطاتنا التهوية وعطاتنا واحد الكليسة اللي رائعة، واحد الكريسية تما، واحد الكليسة اللي جد جد مريحة. إن شاء الله الرحمن الرحيم غنطلعوا معكم خوتنا وحبابنا وأعزائنا المشاهدين للسطح باش نشاركوه معكم حتى هو، باش تعرفوا هذا موجه خصيصا حتى للجالية المغربية اللي كيكونوا بعاد كيبغيو يعرفوا أي معلومة، كيبغيو يعرفوا الصغيرة والكبيرة على العقار. هانتوما سيادنا المشاهدين نسجد قريب لينا. المحافظة العقارية الجديدة اللي كاينة في حي الرياض هي قدامنا، العمارة ديال اتصالات المغرب هي في الأمام ديالنا حتى هي، هي يعني ما كنبعدوش إلا خمسة دقائق على حي الرياض، ما كنبعدوش إلا واحد خمسة دقائق على حي الرياض. الطاقة الشمسية، هانتوما الأشجار، الغابة حتى هي ما بعيداش عنا إلا بجوج دقائق. السطح ديالنا هو هذا أعزائي المشاهدين اللي جاب هذه الكيفية هذه المتميزة والرائعة. هانتوما خوتنا وحبابنا، كذلك عندنا هنا واحد الحمام هنايا، واحد الطوالة تحسبكم الله، عندنا واحد غرفة غرفة ديال الصابون، بيت الصابون هو هذا.
نهبطوا معكم الطابق تحت الارضي، بقاو معنا واصبروا معنا. الثمن كنعتذر منكم، الثمن ما قلتوش شيء، كنعتذر منكم نسيت الثمن ما قلتوش شيء. بالنسبه للثمن ديال هذه الفيلا الفخمه خوت لحبابنا، الثمن خوت لحبابنا ديال هذه الفيلا هذه اللي كتواجد في الجيش الوداية ما كتبعدش الا حوالي واحد 5 دقائق على حي الرياض، الثمن ديالها 430 مليون، والثمن ان شاء الله راه قابل للتفاوض. 430 مليون والثمن ان شاء الله راه قابل للتفاوض. نهبطوا للطابق تحت الارضي ونعاودوا نتلاقاو بكم. وحاليا سيدنا المشاهدين راه كنتواجدوا في الطابق تحت الارضي، وكيف ما لاحظتوا معنا راه عندنا باب كيخرجنا من الطابق تحت الارضي لبرا، يعني الا بغينا حتى ندخلوا للطابق تحت الارضي بلا ما ندخلوا للفيلا كامله راه عندنا الباب كيخرجنا الزنقه كيخرجنا للشارع، وكذلك عندنا الباب اللي كيدخلنا من الطابق الارضي. واحد المساحه اللي كبيره تبارك الله وهائله. هانتوما سيدنا المشاهدين عندنا الدرج عاوتاني كذلك هنايا، هذا هو الطابق تحت الارضي ديال هذه الفيلا هذه الفخمه والرائعه. شوفوا معنا بقات مفتوحه هكا كيف ما قلت لكم، راه اصحابها ما ساكنين شي فيها، اللي بغى يضيف شي اضافه بحال في الطابق تحت الارضي مثلا، بغيتي دير واحد الكويزين ولا شي حاجه، هانتوما المسائل المهمه راه كاينه الطابق تحت الارضي. عندنا واحد العلو اللي كبير، وكذلك عندنا التهويه عاليه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا معايا المساحه، فيلا فخمه خوتنا احبابنا، فيلا راقيه ورائعه، والموقع ديالها ما يمكنش الانسان اللي ساكن في مدينه التمار ولا في الرباط ما يعرفوش. حي الجيش الوداية من ارقى الاحياء اللي كاينه في مدينه التمار ومدينه الرباط، من اجمل الاحياء ومن اكثر الاحياء اللي مطلوبه خوتنا احبابنا. جبنا لكم هذه الفيلا هذه اللي المساحه ديالها 365 متر مساحه ديال الارض، المساحه المبنيه 480 متر، الثمن ديال هذه الفيلا هذه خوتنا احبابنا 430 مليون، والثمن ان شاء الله راه قابل للتفاوض. ما عليكم الا تواصلوا بالوسط العقاري ديالكم خوتنا احبابنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، وحنا ان شاء الله نزودوكم بجميع المعلومات اللي يمكن لكم انكم تسالوا لها. هذا هو الممر اللي كيخرجنا، وكذلك عندنا الممر اخر اللي كيدخلنا للطابق الارضي. خوتنا احبابنا ما بقى لنا الا نودعكم على امل لقاء بكم ان شاء الله في قارب الفرص. اللي عنده اي عقار بغى يبيع عن طريقنا يتصل بنا عبر ارقام الهاتف هاي المبينه عندكم في الشاشه، اتصلوا بنا، عندنا الكليان ديالنا الحمد لله اللي كيتشقوا فينا واللي كيتواصلوا معنا من انحاء العالم، الحمد لله رب العالمين، اتصلوا بنا والباقي ان شاء الله راه كله علينا. الله يحفظكم ويجيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.